يعاني العراق من فساد وعجز في مختلف القطاعات خاصة الصحي منها منذ عام 2003 بسبب انتشار الأنماط الحياتية غير الصحية التي أدت إلى تفشي الأمراض والأوبئة وزيادة معدلات الوفيات وانخفاض معدل الأعمار. ففي محافظة التأميم، وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان من انتشار مرض الحمى النزفية، إلا أن ظاهرة تربية المواشي والحيوانات انتشرت بشكل واسع في المناطق السكنية هناك. اليوم حقيقة عندما نشوف تربية الأغنام أو الأبقار داخل الأحياء السكنية، أول شيء ظاهرة سلبية، ثانيا نطالب الحكومة توفير مكانات مخصصة لتربية هؤلاء، تربية أصحاب هؤلاء المواشي، مكان مخصص لهم. سنوات مضت على إعلان القضاء على مرض الحمى النزفية، ولكن مخاوف انتشاره عادت من جديد بعد تشخيص العديد من الإصابات به في مناطق مختلفة من العراق. مخاوف انتقال المرض سرعان ما انتشرت لدى السكان في كركوك، لا سيما بعد أن حذرت الجهات الرقابية المواطنين من شراء اللحوم الحمراء من محلات القصابة، فضلا عن تصريحات لمسؤولين في وزارة الصحة بعدم وجود علاج فعال ومباشر لهذا المرض. ظاهرة غير صحية وغير حضارية، يفترض بالأهالي أنه يقوم بتربية هذه المواشي خارج المدن لما لها من تأثير سلبي على صحة المواطن التي تأتي من نتيجة الملامسة وتقوم بنقل أمراض. وقد انتشرت أخبار عن انتشار حمى النزيف، وهذه أمراض خطيرة جدا وتفتك بحياة البشر. سكان كركوك طالبوا الجهات الرقابية والحكومة في بغداد بإيجاد مراع خارج المحافظة لرعي الحيوانات بما لا يتعارض مع أصحاب هذه المهنة التي تعتبر المهنة الأساسية للعديد من أبناء المحافظة. نطالب وزارة الصحة ونطالب إدارة المحافظة بإيجاد حلول لهذه المشاكل وإبعاد المواشي عن داخل المدينة، لأنها قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين في كركوك. الحكومة أمهلت مربي المواشي 10 أيام لإخلاء المدينة من جميع أنواع الحيوانات، الأمر الذي اعتبره أصحاب هذه المهنة قرارا تعسفيا، حيث أنهم اضطروا إلى ترك قراهم الأصلية بسبب العمليات العسكرية فيها ولجأوا إلى المدينة. نعم، ليش ما مجبورين على المدن عيش يا عمي؟ الريد هسه شلون ما أقول لك، الريد قياعين، الريد يعطون تعويض بمكان هذني. مشاكل العراق السياسية تنعكس سلبا على المواطنين حتى على أبسط المهن، فالفشل الحكومي في إعادة النازحين إلى قراهم دفعهم إلى تربية المواشي داخل المدن، الأمر الذي دفع بظهور مشكلة جديدة في كركوك.